مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هذا عدد الجديد من برنامج مع الحدث، موضوع نقاش اليوم سيكون حول تعليمة إذا تنسب للوزير الأول أحمد يحيى، تتعلق بفرض وثائق جديدة لاستخراج السجل التجاري، وهو ما رفضه العديد من التجار الناشطين في هذا المجال، خاصة وأنه يهددهم بعدم تجديد السجل التجاري، وذلك في الأجال القريبة منتصف شهر أفريل المقبل. الحديث حول الموضوع معي في الاستوديو إذا سيد علي كروش، وهو المنسق العام لاتحاد التجار والحرفيين بولاية العاصمة. أهلا بك سيدي. شكرا سيد علي بكروش. سيدي صباح الخير. صباح النور. طيب سيد علي، في البداية نتحدث حول هذا التعليم، تفاصيل أكثر وماذا عن وضعية التجار، ولماذا يرفض التجار هذه التعليم؟ شكرا سيدي. هذه التعليمة يعني كل التجار على مستوى القطر الجزائري راهم يشتكوا يعني لعدم استطاعتهم لاستخراج السل التجاري أو لتجديد السل التجاري الإلكتروني. يوجد مليون تاجر على مستوى الوطن لم يلتحقوا بالمراكز السل التجاري لتجديد السل التجاري، وهنا يعني هنا نقولوا راح ندخلوا في أزمة، لأن كل المؤسسات وكل التجار راح يدخلوا يعني للسوق الموازي، يعني يولي من آخر أجل 11 أفريل 2019 راح كل التجار يكونوا في أزمة سل تجاري، لأن النسخ اللي يعني بتعليمه تاع سيد معالي الوزير الأول هي اللي كمل التعليمه هذه، يعني نسخة من صفحة السوابق القضائية، نسخة من جدول الضرائب المطهرة، شهادة تثبت أن الوضعية مطهرة مع صندوق الضمان الاجتماعي. فيما يخص يعني الشركات، عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط منظم صناعي وتجاري وصحي أو تربوي وتكويني، يجب أن يقدم الطالب كذلك رخصة الممارسة من قبل إدارة القطاع الوطني. يعني التجار والمؤسسات راهم في حيرة، لأن المشكل الكبير هو وثيقة جدولة الضرائب المطهرة. يعني كما تعلمون الأغلبية تاع التجار وملايير الدينارات اللي يدانون بهذه الخزينة العمومية، لأن في أوضاع تاع بعض التجار يعني اللي كانوا في العشرية السوداء يعني لم يمارسوا المهنة والديون يعني متراكمة عليهم. احنا المشكل، احنا المشكل بالحق يعني قبل ما يخرجوا التعليمة هذه يعني يتكلموا مع التجار أو يديروا عفو بالنسبة للتجار اللي راهم عليهم ديون أمام إدارة الضرائب. احنا اليوم رانا دهشين، احنا اليوم رانا حيرين من الأمر، وجات يعني مع الرئاسيات يعني مع الانتخابات الرئاسية، واحنا نقولوا للمسؤولين، نقولوا للرئيس الحكومة، نقولوا للوزير التجارة باللي راح ندخلوا في أزمة تحصل تجاري. لأن الهدف، لا تعتقد بأنه الهدف من هذه التعليمة هو فقط إجراء تنظيمي وربما إدخال كل التجار في السجل الإلكتروني من أجل تنظيم هذا النشاط؟ احنا مع إدخال التجار في السلك التجاري الإلكتروني، لأن باش نطهروا السل التجاري من المزورين، يعني بعض التجار يعني اللي زوروا السل التجاري. بصح الشيء المدهش أن القانون المالية 2018 يعني كان ممضي من طرف رئيس الجمهورية، يعني ما فيش النسخ هادو بالنسبة للسل التجاري. التعليمة هذه هي على كل حال مليحة، يعني مليحة من ناحية القانونية، ولكن الوضعية تاع التجار ومدانين يعني عند الصندوق الضمان الاجتماعي غير الأجراء أو عند مديرية الضرائب تخلي نكونوا في أزمة السل التجاري
أو السد التجاري إلكتروني، يعني كامل التجار راهم حيرين في أمرهم. يوجد 43% اللي يتقدموا الإدارة تاع السد التجاري. كذلك الخزينة العمومية والدولة الجزائرية بشكل عام تعيش على إثر أزمة اقتصادية كبقية دول العالم، ألا تعتقد بأنه هذا القرار فقط هو من أجل محاولة على الأقل إدخال بعض الديون التي ربما هي لدى تجار، خاصة وأنها تقول منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي البعض من التجار أغفلوا تسديد ديونهم؟ التجار المدانون يقولون، لأني أنا ممثل التجار، يعني تناقشنا كثير مع التجار كلهم راهم مقلقين فيما يخص التعليمة هذه. التجار يقول احنا لنا ديون كثيرة مع إدارة الضرائب، وإحنا رانا مستعدين باش نخلصوا واش تسنى إدارة الضرائب، يعني عليهم لي بيناليتي، عليهم يعني جدولة هما ما همش يعني ما محترفين بها، لازم نطهروا هادو التجار المدنون. تنفرض جدولة معينة على تسديد؟ نعم. من طرف من؟ من طرف وزارة المالية، يعني وزارة المالية لازم تقوم، والرئيس فخامة رئيس الجمهورية ياخذ قرار يعني فيما يخص إحفاء بعض التجار اللي ما خدموش. يعني التاجر يقول لك أنا ما خدمتش في العشرية السوداء، وإدارة الضرائب من العشرية السوداء اليومين هذا الدين راه يتمشى وزيد يعني لي بيناليتي على التجار. دوك التجار راهم في أزمة. طيب أنتم كاتحاد تجار لماذا لم تتحركوا تسوية هذا الملف الذي يبدو أنه عالق منذ تسعينيات القرن الماضي؟ لماذا اليوم بعد هذا التعليم التي من المفترض أنه تعليم عادية، حتى ولو أنه الأمر يتعلق بأوراق ربما ستضاف لهذا الملف؟ إحنا كاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بعد موت المرحوم صالح سويلح للاتحاد للمنصب الأمين العام يوجد في شغور، يعني دخلنا في أزمة قانونية. لا سأتي إلى الحديث عن الأزمة، نتحدث في السنوات الماضية، لماذا لم يتم التحرك لتسوية هذا الملف بما أنه ديونكم كتجار تعود لسنوات التسعينيات؟ لماذا لم تتحركوا لتسوية هذا الملف وجدولة هذه الديون، ولربما كانت اليوم صفر ديون؟ احنا تلاقينا مع وزير المالية، نهار كان أمين عام في وزارة المالية، ونشكروه يعني ودعانا لندوة، وأنا شخصيا تكلمت له على ديون التجار المتراكمة بكثير، وهي تتقدر بالملايير، يعني كل تاجر عليه دين ومتابع من طرف إدارة الضرائب. كنا في لجان، يعني لجان الطعن على مستوى الولاية وعلى مستوى الدوائر، هذه اللجان ضعيفة، يعني باش تحل مشاكل ألوف أو ملايين مليون تاجر، يعني مدان، يعني مليون مليون تاجر ما تقدمش لتجديد السل التجاري، ما تقدرش هذه اللجان تفتح لهم يعني تحلهم مشاكلهم. التجار واش راهم يقولوا؟ التجار يقول لك رانا مستعدين يعني نسدوا واش يتسالنا، يعني واش خدمنا. وإدارة الضرائب يعني ما نبوزي عليهم يعني ديون خيالية، يعني ما همش مقتنعين بها. أنا أطلب يعني من فتح تم مناقشة هذه الأتاوات وهذه ربما الأموال التي هي على عاتق التجار؟ شوف الديون اللي على عاتق التجار يعني تخرجنا من الأزمة، لو نعرفوا كيفاش يعني الطريقة اللي نجيبوا الديون اللي راهم على التجار، الجزائر تخرج من الأزمة يعني المالية أو الأزمة الاقتصادية، لأن التاجر يولي يخدم بالسل التجاري. إحنا المشكل الكثير، يعني ما كانش تعامل بالفوطرة، ما كانش تعامل بالشك، يعني كيفاش تحاسبني أنت، كيفاش تعرفني باللي أنا راني مودان، لأن ما كانش وثيقة ما بيني وبينك، ما بين إدارة الضرائب و لكن هذه الثغرة هي نقطة قوة بالنسبة للكثير من التجار الذين يتحايلون على الخزينة العمومية ولا يدفعون الضرائب التي من المفترض أن يدفعونها. أنا أطلب بفتح تحقيق،
يعني التاجر اللي مدان او التاجر اللي يتهرب من دفع الضرائب بالخزينة الدوله هذاك التاجر يتعاقب. كاين تجار راهم يعني امام المحكمه فيما يخص يعني ديونهم. انا اتكلم على التجار مثلا بعض التجار الصغار يعني بعض التجار تاع الخضر الفواكه بعض التجار مثلا التجار الجمله للمواد الغذائيه العامه يعني اللي راهم في ازمه. الناس هذو اللي مولوا المواطن مولوا الجزائري في وقت العصيب وقفوا مع الجزائر ومونوا الجزائريين يعني هادو الناس لازم نعطوا لهم الاعتبار ونعيطوا لهم وحنا نجيبوهم ويتلاقوا ويشوفوا حل اللي يرضي الطرفين لأن هذه أزمة مالية للتجار قديمة. احنا نحو هذه الأزمة المالية القديمة وندخلوا في جديد يعني ندخلوا في جديد نكونوا مستعدين يعني آخر العام نروحوا يعني باتقاء نفس الخزينة. تعتقد بأن هذه الأزمة الآن وتقريبا مليون تاجر هو يملك سجل تجاري مع وقف تنفيذ تعتقد بأنه هي ضريبة الرقمنة رقمنة هذا القطاع؟ لا هي ما من ناحية الرقمنة شيء جميل. يعني أنا حضرت يعني في لقاء في صفاقس يعني مع وزير التجارة مع مدير العام للسجل التجاري يعني شيء عظيم يعني الرقمنة لأن التاجر أو العون الرقابة يعني الحق للتاجر بالرقمنة يعرف التاجر هذاك خاطرش كاين بزاف كانوا يمشوا يعني سجلات تجارية على موتى على الناس معوقين على كذا كذا ولكن اليوم الرقمنة هذه حاجة عظيمة يعني حاجة مليحة للجزائر يعني ندخلوا في التكنولوجيا ورانا في أطار العولمة في أطار العولمة لا مكان للضعافة ولكن ما خلتناش هذه التعليمة باش نروحوا للمرحلة نتاع السجل التجاري الإلكتروني. هذه التعليمة اللي دارت جدار ما بين التجار المدانين عند الضرائب ومدانين عند صندوق الضمان الاجتماعي يعني باش يتقدموا الإدارة تاع السجل التجاري. اليوم احنا لازم ناخذوها بعين الاعتبار لازم نتكلموا عليها لازم يعرف رئيس الحكومة ويعرف الوزارة وزير التجارة ما يخافوش يتكلموا باللي وجدوا عراقيل يعني باش يطبقوا يعني السجل التجاري الإلكتروني. الوزارة المعنية أو المديرية المعنية مديرية التجارة بهذه العراقيل التي يعاني منها التجار الاتحاد العام للتجار يعني بعد موت سويلح يعني بقى ما رسلناش يعني هذه التعليمة يعني جديدة ما رسلناش رانا في أزمة قانونية في الاتحاد العام للتجار والحرفيين يعني رانا نستناو المؤتمر باش يكون أمين عام باش يعني الاتحاد العام للتجار والحرفيين باش يكون قوي ونروحوا من الاتحاد العام للتجار والحرفيين للعالمية يعني فيه بعض الإقصاءات فيه بعض التهميش في الاتحاد التجار يعني اتحاد التجار فيه اتحاد تجار داخل اتحاد تجار كل منسق عنده اتحاد تجار موازي يعني احنا طلبنا مؤتمر جامع باش نوحدوا ما بين التجار والاتحاد التجار لان الاتحاد العام للتجار والحرفيين هو مهم بالنسبه كشريك اجتماعي للحكومه لان احنا كاتحاد تجار ما قدمنا والو للحكومه. الاسعار الخضر والفواكه يعني مرتفعه المواد الغذائيه مرتفعه احنا زدنا عاوننا المضاربين زدنا عطينا يد للناس اللي الغشاشين السكوت تاعنا والعمل تاعنا جامد والصراع داخل الاتحاد العام للتجار والحرفيين خلى ما نقدروش نحافظوا على القدره الشرائيه للمواطن يعني المواطن البسيط كل دائما يشكي ويقول التاجر انا نعطي له الحق لان احنا كاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ما لعبنا حتى دور باش نقدموا خدمه على طريق الاتحاد العام للتجار والحرفيين للجزائر الجزائر بلادنا الجزائر امنا. طيب هذه مشكله الاتحاد ومن ينتمي لهذا الاتحاد ومنذ سنوات يعني مش نعم منذ سنوات يعني توجد صراعات شخصيه يعني يجي انسان يستولى على الاتحاد العام للتجار والحرفيين طريقه غير قانونيه وكل السلطات يعني يخزروا وما ينجموش يدخلوا. انا راسلت كل السلطات العليا تاع البلاد منهم الامن
يعني ما تدخلوش في قضية الاتحاد استطاعوا عليه يعني بطريقة غير قانونية، وأن القانون الأساسي غير مطابق للقانون الجمعيات والمنظمات، قانون 94-14 المادة 17. هو هذا موضوع ربما يلزمه موضوع مهم لازم نتكلموا عليه، لأن نوحدوا الصفوف نقاش خاص. نعم. لأنه هذه الصراعات بالأساسية قانونية. نعم. وكذلك نقابية سياسية. نعم. بالتحديد. نعم. سأعود لموضوع النقاش والذي يتعلق بتعليمات أو بتعليمة التي نسبت للوزير الأول أحمد يحيى، وبالتالي فرض وثائق جديدة لاستخراج السجل التجاري أو تجديد السجل التجاري. أنتم الآن تقريبا أقل من شهر أو شهر وقليل ويتم الانتهاء من العمل بالسجل التجاري العادي، وبالتالي يصبح تصبح كل سجلات تجارية إلكترونية ومرقمنة. كيف ستتعاملون مع هذه الأزمة ويوجد كما قلت أكثر من مليون تاجر لا يمكنه تجديد سجله التجاري بسبب هذه التعليم؟ شوف أنا نحب نخرجوا يعني من غير الواقع للواقع. يعني راح وزارة التجارة راح تتمدد الأجل، يعني راح تأجل الأجل، هذا غير حل، يعني غير حل. يعني ما زال شهر مليون تاجر ما تقدموش للمراكز التجارية، راح ندخلوا في مشكل. وهذا المشكل وخاصة فيما يخص طلب كرخص الممارسة من قبل إدارة القطاع، يعني لزاغريمو، يعني هذا يخلي المؤسسات يعني ما تتقدمش، يعني يدخلوا في الانفورمال، يعني يدخلوا في السوق الموازي. اعتمادات في أي يعني السجلات التجارية الجديدة؟ نعم. وعندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط منظم صناعي وتجاري وصحي أو تربوي أو تكويني، يجب أن يقدم الطالب كذلك رخصة الممارسة من قبل إدارة القطاع المعني. يعني لازم يدخل لاغريمو. لاغريمو كان الإنسان اللي ما عندوش البنايات مطابق أو عنده خلل أو في ملف أو داير مذبح وعنده خلل يعني في الأقل، ما ينجمش يمارس النشاط التالي. أنا قد أفهم وثيقة التطهير الضريبي على أساس أنه التاجر قد يكون مدان بالنسبة للخزينة العمومية، وبالتالي محاولة استرجاع بعض الأموال ربما التي هي على عاتق التاجر. لكن لما يتعلق الأمر باعتماد من طرف القطاع الوصي على النشاط، يعني ألا تعتقدون بأنه بالأساس هي وثيقة نوعا ما قد تكرس البيروقراطية في هذا الإطار؟ هي كرسة البيروقراطية. احنا هذا التجاري الإلكتروني احنا فرحنا، يعني كل التجار فرحوا به، يعني الجزائريين كل فرحوا به، يعني يحبس البيروقراطية، يعني ما يكونش طوابير يعني عند السجل التجاري، وبالتالي تسهيل حتى الاستخراج الاستقرار الاقتصادي، لان ما ناش مستقرين اقتصاديا. شوف الاسعار كيفاش ترتفع جنونيا ومن بعد تعاود تحبط وحدها وترتفع. يعني نشوفوا الوزاره يطمئنوا المواطن باللي الاسعار مستقره، بعد الديكلاراسيون يطلعوا الاسعار، يعني السوق يمشي وحده، يعني يمشي وحده، لان الشريك الاجتماعي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ماهوش قوي وما عندوش كلمه مع التجار، لان التجار كلهم اقصاهم الاتحاد التجار، يعني الامانه بقات وحدها تخدم، يعني يحبوا يروحوا يتصوروا ويتلاقوا مع الوزير، يتلاقوا مع الوالي، يتلاقوا في ولايتهم، وما يقدموش خدمه للولايه وما يقدموش خدمه للجزائر في استقرار الاسعار او للحفاظ على القدره الشرائيه بالنسبه للمواطن. انه يقدم صوره هذا الصراع داخل الاتحاد، لانه قلت بانه ربما سنخصص له فضاء للنقاش. نعم. في عدد حاجه مهمه، لان كل المواطن المخلص هو مناضل المخلص، هو مناضل الجزائر اللي مد خدمه للجزائر. فهمت. وكانه نعم. تشير بانه هذه الصراعات الداخليه هي من بين نتائجها هي هذه الاشكالات المطروحه الان لدى التجار. نعم. نقطه اخرى تتعلق ب التجارة الإلكترونية، بمعنى أنه التاجر الآن لم يصبح فقط صاحب المحل أو صاحب ربما مكان لبيع السلع أو غير ذلك، هناك أصبحت مواقع عديدة للتجارة الإلكترونية. نعم. هناك نشاط كبير في هذا المجال، وبالتالي أنتم كتجار الآن كيف ستتعاملون مع هذه الموجة الجديدة من التجارة
وفيها ما فيها من تعقيدات. يعني نشكر معالي وزير التجارة، كان عندنا درنا عدة لقاءات فيما يخص التحسيس بالتجارة الإلكترونية، يعني وحضروا معنا حتى مدراء يعني تاع البنوك، واللي احنا استحسناها وإحنا رحبنا بها. كما تعلمون يعني هذه المشكلة تاع التجارة الإلكترونية راح تخلينا باش التاجر يخدم يعني بالشاك، يعني دوك ما عندناش المعاملة تاع الشاك، يعني كل التجار أموالهم عندهم في بيتهم، يعني ما يخرجوش الأموال وهي المقدرة بالملايير. يعني نقولوا تجار العلمة، تجار مثلا الحميز، تجار الجملة المواد الغذائية العامة، يرفد يعني يوميا مليار ويديروا كاين اللي يقتلوه، كاين اللي يغريسوه، كاين اللي كذا كذا. هذه التجارة الإلكترونية احنا نستحسنوا لها، احنا ندعموها تدعيم كي كل اتحاد تجار قوي. يعني دوك راه ما كانش اتحاد تجار، يعني راح يدعم. احنا الدور تاعنا هو التحسيس، هو نخرجوا الاسواق الجمله، نخرجوا الاسواق التجزئه، لنحسوا التجار يعني باهميه يعني العامل تاع التاجر، ماشي التاجر يعني تحكرشوا. التاجر لازم يكون يمد خدمه للمواطن البسيط، لازم يكون يدير بيوت عبر السبيل، لازم يكون حاليا. نعم. طيب اتحدث معك كمنسق لولايه الجزائر. ولايه الجزائر، نعم، ما هي الرؤية التي تعتقد بأنها ستكون الأنسب مع تسيير ما يسمى الآن موجة تجارة إلكترونية، تجار الإلكترونيين، وقضية كذلك حتى الدفع الإلكتروني في هذا المشكل؟ الدفع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية يعني هي معروفة، بدأت في الجزائر العاصمة وإحنا مشينا لها عدة محلات وحسسناهم يعني التجار اللي يعني خاصة في الجرون سيرفاس، يعني اللي راهي التجارة مثلا بدأت تمشي. ما نقولوش يعني احنا في المياه كان 31% اللي بداوا التجار يعني يدخلوا لهذه التجارة، ومحتوم علينا باش ندخلوا للتجارة الإلكترونية، لأن عندنا يعني سياح اللي يعني ما يتعاملوش بالنقد، يعني يحبوا يتعاملوا يعني بالشاك وغير ذلك، بطاقات الدفع الإلكتروني. احنا لازم نزربوا ولازم يعني ندقوا ناقوس الخطر باللي مشروع يبدا ومن بعد يموت. مثلا كما قلنا العاصمة لا تنام، يعني العاصمة لا تنام يكون فيها كاع المرافق مفتوحة، يكون فيها التجارة الإلكترونية، ولكن حبست. يعني عندنا حملات تاع شهر شهرين من بعد تحبس. عندنا المجتمع المدني نعيطوا له في المناسبات ونحوسوا عليه، لان المجتمع المدني هو تكميل للعمل تاع الدوله احنا المجتمع المدني نعيطوا له في المناسبات، بعد المناسبه ما نحوسوش عليه، نعيطوا على 50 وحده اخرى، المجتمع وحده اخر اللي ما عندوش تجربه، يعني نبقاو توجور خلل، لان العينين تاع الدوله هو المجتمع. ما بيدرنا نشوفوا كاين بلبلة، كاين ناس راهي تدعي للفوضى، كاين ناس راهي تقول على الوطن تاعنا بسوء. لازم احنا نكونوا جنود الجزائر اللي باش نحدوا هذه البلبلة، اللي باش نحدوا هذو الناس اللي خرجوا لنا اشاعات بالنسبه للاضرابات او غير ذلك. احنا بلاد ديمقراطي والحمد لله، احنا المسؤولين الجزائريين والاطارات الدوله كاع فتحين لنا الباب ونتناقش معاهم ند، واحنا نطلبوا الهدوء، نطلب من التجار والحرفيين واصحاب الخدمات الجزائريين يعني على ابواب الرئاسيات ان يتقدموا للمواطن، للمواطن، ويتقدموا للتاجر والحرفي اللي حسوهم باهميه الانتخابات الرئاسيه الجايه، ويكونوا هما رجال الجزائر. يلا بما انك ذهبت الى السياسه، انا اعود بك الى ملف التجاره موضوع النقاش اليوم. وفي سؤال أخير، نعم، السجل التجاري الإلكتروني، هناك ظهر في المدة الأخيرة سنتين الأخيرتين مجموعة من المؤسسات الخدماتية عن طريق تطبيقات، نعم، على الهاتف وغير ذلك، وتقدم خدمات تجارية بالنسبة للمواطنين. كيف سيتم ربما مناقشة هذا النشاط مع وزارة التجارة، وهل سيكونون ممثلين في اتحاد التجار؟ لأنهم لحد الساعة لا يوجد دفتر شروط لهذا النشاط.
في أقل من دقيقة. النشاط هذا راه مقنن، يعني الإنسان قبل ما يمارس النشاط الإلكتروني لازم يتقدم إلى السل التجاري، ولكن يعني اللي تطبيقات الخدماتية وتطبيقات الخدماتية هذا شيء مهم، يعني باش التاجر يعني يلحق للمواطن، يعني بالمواد اللي يسحقها المواطن على طريق رانا في إطار العولمة لا مكان للضعفاء، يعني على طريق الانترنت يطلب وش يحفل الحين يجي في خطوة في خدمات خطوة في بالنسبة لكم كاتحاد. احنا كاتحاد ما تقدمولناش هذو اصحاب الخدمات الالكترونية لان راه الشيء منهم قليل، واحنا قصرنا في حقهم وما تقدمناش لهم. احنا نقول لهم تقدموا المكتب تاعنا اللي موجود في بلدية حي بن جراح، يعني دائرة الحراش في حي البدر، وان شاء الله تسيبوا من عندنا كل التسهيلات وان شاء الله لحقوا يعني انشغال تاعكم جميع السلطات الولائية او السلطات العليا للبلاد. شكرا جزيلا. اذا سيد علي بكروش منسق اتحاد التجار وكذا الحرفيين لولاية الجزائر على حضورك معنا وتقديم هذه الشروحات. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث.